لمزيد من المتابعة في المشهد الفلسطيني الذي تتواصل تداعياته في مع تواصل هذه الحرب الصهيونية والعدوان على غزة، معنا عبر سكايب من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. مرحبا بكم أستاذ علي معنا. حياكم الله أخي الكريم. وحياكم الله. إذن التصريح الأبرز في الساعات الماضية أستاذ علي، تصريح خبراء في الأمم المتحدة اتهموا قوات الاحتلال بإبادة سكان غزة في غضون عامين، ماذا يعني هذا التصريح؟ ما الذي تقرأه منه؟ هل أخذت قوات الاحتلال الضوء الأخضر فعلا باستكمال مشروع الإبادة تماما لسكان غزة في غضون عامين وانتهى تقريبا عام الآن؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي الكريم وللمشاهدين الكرام، وأبدأ طبعا بالترحم على الشهيد اليوم ماهر الجازي، الشهيد الأردني البطل الذي قام بعملية بطولية أثبتت شضورنا جميعا. هذه النقطة بالنسبة لما ذكرته حول التقرير المذكور، طبعا الكيان الإسرائيلي لا يعلم لا بالأمم المتحدة ولا بقراراتها ولا ببياناتها ولا بالمجتمع الدولي قاطبة منذ 7 أكتوبر وقبل ذلك. عشرات القرارات الدولية التي تدين الانتهاكات الإسرائيلية، محكمة العدل اليوم حتى كريم خان الذي رئيس المحكمة الجنائية الدولية والذي معروف عنه توجهاته الميالة للصهيونية يقول أنه أنا أواجه ضغوطا دولية لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. الكيان الإسرائيلي يمارس غطرسته ويمارس إجرامه بغض النظر عن الضغوط الدولية أو عن المواقف الدولية، ويعرف أنه خسر معركة الرأي العام منذ البداية. هو الآن يحافظ على هيبته، يحافظ على وجوده، هو في حرب وجودية حقيقية وخوف وقلق حقيقي على مستقبل الكيان الإسرائيلي، لذلك هو يجرم في 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 تعاطيه مع الأحداث. وطبعا هو عنده ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبالتالي هو لا يعبأ بأي شيء. هناك مشاهد قاسية سربت ونشرت عبر مواقع التواصل لتعذيب الأسرى الفلسطينيين بممارسات وحشية على أيدي قوات الاحتلال، ماذا يعني برأيكم مع استمرار العدوان حتى هذا الوقت إظهار هذه الصور للأسرى الفلسطينيين بطرائق تعذيب وحشية؟ يعني منذ 7 أكتوبر هناك تقريبا 60 شهيد إسرائيلي قتلوا تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية، وطبعا هذا رقم مخيف ومرعب. إذا كان الإسرائيليون أو المجتمع الدولي يغضب لمقتل 6 أسرى إسرائيليين كما شاهدنا سابقا، فكما ذكرنا هناك 60 شهيد إسرائيلي قتلوا في السجون الإسرائيلية. 60 شهيد فلسطيني، نعم، 60 شهيد فلسطيني قتلوا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر. تم أخذهم مدنيين من سكان غزة، تم أخذهم يعني بدون أي جريمة يرتكبونها، هذا أمر موثق الحقيقة. وهناك حوادث اغتصاب وحوادث اعتداء بدني وتعذيب، وطبعا هذه التقارير وهذه الصور والمشاهد تظهر يعني تؤكد ما يمارسه المعتدي الإسرائيلي. الموقف الدولي عليه ان يكون اكثر حزما حقيقه، هناك تخاذل دولي كبير في المساله الانسانيه. العالم اعتاد مشاهد الدمار ومشاهد القتلى من الاطفال ومن النساء ومن الابرياء، مشاهد التجويع، مشاهد نقص الادويه والعلاج، مشاهد التعذيب، الحقيقه يعني كلها امور تدمي كل صاحب فطره بشريه. نامل ان يكون لهذه المشاهد ولغيرها من صور تاثير أكثر على المجتمع الدولي، ولكن أنا ما أراه أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يعبأ، هو بنى سرديته. أحد نتائج أو يعني حصاد 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى أن السردية الإسرائيلية التي كانت تصور نفسها بأن هذا الكيان كيان مظلوم، كيان يعني يواجه إرهابا ويواجه اعتداء من همجيين عرب، هذه السرديه وهذه الصوره تغيرت تماما. الان كان الاسرائيلي هو كان معتدي، يدرك ذلك، المجتمع الدولي يدرك ذلك، الاعلام يدرك ذلك، العالم كله اصبح يدرك هذه المشاهد ويقر بها، وبالتالي هذه المعركه خسرها الكيان الاسرائيلي تماما.
وهذا الأمر سيكون له تداعيات، قد لا يكون له تداعيات الآن، ولكن عليه يعني له تداعيات على مجمل المستقبل لهذا الكيان الإسرائيلي الذي بنى نفسه على هذه سردية المظلومية وسردية الإبادة الجماعية التي تعرض لها على يد النازيين، وإذا بهم يكونون أكثر نازية من النازنيين، وعلى يعني مشهد ومرأة من العالم، المجازر تنقل بشكل أونلاين أمام العالم كله، الناس تشاهدها أثناء حدوثها. هذا كله يعني السبب في الموقف الإسرائيلي وعدم اهتمامه بالرأي العام العالمي وخسارته لها، أنهم الآن يواجهون معركة وجودية، معركة حقيقية. هم الآن ليسوا في طرف من يعني في حياتهم من أجل أن يهتموا بالإعلام على حساب وجودهم، قد يعالجوا هذا المشكلة لاحقا، لكن الآن في هذا الوقت الحالي هم يقاتلون من أجل البقاء بعد أن تلقوا ضربة كبرى في طوفان الأقصى. نعم سيد علي بغدادي، لأن فقدنا الاتصال، فاصل قصير. تسمعني الآن سيد علي البغدادي؟ هناك خلل بسيط. نعم أسمعك. نعم تفضل. نعم نعم، أقول أن الصمود الشعب، الصمود الفلسطيني، جعلهم فعلا يشعرون الآن بأنهم في حرب وجودية، وأنهم إما أن يكونوا أو لا يكونوا. نعم طيب أستاذ علي، أيضا بالحديث على ما حصل في أحد المعابر الحدودية مع الأردن، وقد بدأت في أثناء حديثك أيضا تحدثت عن هذه العملية البطولية لأحد السائقين في الأردن بقتل أحد ثلاثة من الصهاينة من حراس المعبر. كيف تصفون هذه الحادثة؟ ربما هي الأولى من نوعها ضمن المعابر منذ بدء العدوان على غزة. كيف تقرؤون هذا التطور وما تداعياته مستقبلا؟ هي حادثة بطولية بلا شك، ويعني وكان منتظرا من الشعب الأردني الكريم مثل هذه الحوادث. نعم. القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب الأردني هي قضية محلية، ليست قضية دعم أو إسناد. شعب الأردن هم وشعب الفلسطين هم شعب واحد، هم مشمولون بأكناف بيت المقدس، هم حرس على البيت المقدس. الأردن تسمى أرض الحشد والرباط. هناك تهديد أمني حقيقي من المتطرفين، وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وزراء وليسوا أشخاص عاديين في الحكومة الإسرائيلية، يقولون بأن على الفلسطينيين في الضفة، الفلسطيني الجيد إما أن يموت أو يهاجر إلى الأردن، فبالتالي هناك خطر حقيقي على الأردن. ناهيك عن العشائر الأردنية الأصيلة المعروفة بمواقفها الوطنية والقومية الكريمة، والشعب الفلسطيني أيضا، نصف الفلسطيني في الخارج موجودين في الأردن، فالسياق التاريخي سياق مفهوم ومبرر، يعني أمر طبيعي أن تقوم في الأردن مثل هذه العمليات. والكيان الإسرائيلي يخشى من مثل هذا، لأن المعرض الأردني إن تحرك سيكون يعني وقعه كبير جدا. أتوقع ما حدث اليوم هو سيحدث هزة وسيؤثر تأثيرا كبيرا، وسيشعر بالكيان الإسرائيلي بالقلق. هذه العملية رفعت الحرج عن الشعوب العربية التي كانت حتى تنظر إلى نفسها موقف المتخاذل. الناس نتابع اليوم في الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، في المواقف هنا وهناك، الجميع مرحب، الجميع اشتم نفسه، يروا هذه العملية عملية بطولية وعملية متقنة. ويعني هناك احتمال وقراءة بأن هذا الأمر سيفتح بابا أكثر، أو على الأقل سيغلق باب المعبر، الذي هناك يعني أخبار تقول أن هناك خضار تصدر من الأردن إلى الكيان الإسرائيلي. لم يوجد تأكيد لهذا، لكن الأخبار متواترة بهذا الشأن. بالحديث عن إعلان حركة حماس التزامها باتفاق الثاني من تموز وضرورة الضغط على نتنياهو لتنفيذ هذا الاتفاق، لماذا الإصرار تحديدا على اتفاق الثاني من تموز يوليو؟ وهل ستنجح برأيكم حماس بإلزام الاحتلال وحكومته على رأس نتنياهو بهذا الاتفاق؟ يعني هو الغريب في الأمر أن رئيس أكبر دولة في العالم وهو بايدن يصدر خطابا ويعلن فيه مبادئ لوقف إطلاق النار، وحماس ترحب بهذه المبادئ، ويصدر قرار من مجلس الأمن بالإجماع مؤيدا لذلك، وحماس ترحب بهذا القرار،
ثم بعد ذلك الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية تنقلب على المبادئ التي هي كانت في خطاب بايدن نفسه. يعني حماس رحبت بالخطاب ووافقت عليه، ثم بعد ذلك انقلب بايدن على خطابه. حماس مطالبها بسيطة وعادية، لا يمكن لحماس أن تتنازل عن قضية الانسحاب من معبر فيلادلفيا والانسحاب الإسرائيلي كامل من غزة. لا يمكن لحماس أن توافق على وقع على على يعني على رفض إسرائيل وقف إطلاق النار. العمليات العسكرية يجب أن تنتهي في النهاية بوقف إطلاق النار، وهذه يعني مطالب رئيسية، ولا يمكن أن تسمح بذلك حماس. الإسرائيلي تراجع عن ذلك، وهم يصرون على التواجد في معبر فيلادلفيا والتواجد في معبر نتسريم وحرية الاعتقال والتحرك العسكري، وبالتالي هذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولا. لم يتم التضحية بكل هذه الدماء وهذه الضحايا من أجل أن يعني يتم أن يرضى الشعب الفلسطيني في النهاية بسيطرة إسرائيلية على غزة. لذلك يعني هذا أمر يعني لا يمكن القبول به. وأيضا يعني حماس بذلك منسجمة مع نفسها. الذي انقلب على ذلك هو السؤال الذي يجب أن يوجه هو إلى نتنياهو عبر بايدن نفسه، الذي يعني حماس رحبت بخطابه وبالشروط التي وضعها، ولكن هو الذي تراجع عليه. أستاذ علي بغدادي، أيضا بالحديث عن تظاهرات، ونبدأ من داخل المحتل من تل أبيب، هناك عشرات الآلاف من المستوطنين الصهاينة تظاهروا للضغط على نتنياهو وحكومته بضرورة البدء والشروع بعملية تبادل الأسرى. هل من جديد، هل برأيك ستؤثر هذه التظاهرات على نتنياهو لثنيه عن مواصلة حربه؟ المظاهرات يعني تتزايد اتساع، وحجم المعارضة أيضا يتعمق في داخل الكيان الإسرائيلي، وهذه أكيد سيكون لها أثر. لكن المعضلة في أن نتنياهو لا يزال ممسكا بتحالفه مع اليمينيين، ممسكا بالأغلبية في الكنيست، ويبقى القرار عنده. وواضح أنه بالنسبة لنتنياهو هو لا يريد وقف لإطلاق النار. استراتيجيته التي بدأها في المفاوضات أنه لا يريد وقف إطلاق النار، هو يريد استمرار في الحرب لأسباب شخصية ولأسباب استراتيجية خاصة بالكيان ولأسباب متعلقة بتحالفاته السياسية. لذلك ما لم يحدث أمر قوي يجبر نتنياهو على وقف إطلاق النار، فالمظاهرات هي تزيد في الشرخ الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، لكنها لا تؤثر مباشرة على قرار نتنياهو. وهذا فيه له إيجابية وله سلبية. له سلبية على المستوى على المدى القريب أن نتنياهو مستمر في عدوانه، لكن على المستوى البعيد هذا الأمر ينخر في عمق المجتمع الإسرائيلي ويزيد من تهالكه الداخلي. حالة الانقسام حالة حقيقية وحالة يعني تتعاظم، وصلت إلى حتى وزارة الدفاع وقيادات العسكرية وقوات الاحتياط وجموع من النخب السياسية والقضاء، والآن أيضا أهالي الأسرى ومظاهراتهم يعني مستمرة. ولكن رغم هذا لا يزال نتنياهو مصرا على موقفه، لأنه مدعوم بقاعدة أيضا مساوية وقاعدة قوية، وهي قاعدة المتدينين المتطرفين أمثال سموتريتش وبن كتير. نعم، من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي، شكرا جزيلا لك.